بما انك يا كابتن طارق طبعا تعايشت مع الدوري المغربي اكتر من موسم، يعني ايه الفرق او الاختلاف بين الكرة المغربية والكرة المصرية وشخصية اللاعب هنا وهنا؟ لا بص، خلينا نكون واقعيين. اولا في اختلافات كتير. رقم واحد الاختلاف المادي، ده ممكن لو انا قلتها اكتر من مره، ممكن اللاعب اللي بيجي هنا بياخد 10 أضعاف اللي اللاعب بياخده هناك. خلينا نتكلم بصراحه، حتى على مستوى المدربين الاجانب كل امانه، يعني في مدربين اجانب من غير ما اذكر اساميهم جم هنا خدوا 3 و4 أضعاف اللي كانوا بياخدوه هناك. كمان ميزه، انديه كلها جماهيريه، الأندية كلها الملعب مقفول والحضور الجماهيري وجود مكتمل. الجمهور بشكل كبير جدا، بيديك انت كمدرب طموح واحساس ورغبه، واللعيبه كمان، عكس لما تكون معظم المباريات بتلعبها من غير جمهور. يعني في فرق كبير جدا بين هنا وهنا، وده اللي وصل بصراحه المغرب بصراحه للمستوى الكبير جدا. من خلالكم برضه لازم اشكر الاتحاد المغربي فوزي لجع، والاتحاد المغربي كله وكل المنظومه المغربيه، على اكاديميه محمد السادس، على اللي بيتعمل في المغرب من الملاعب ومن الاستادات ومن البنيه التحتيه بصراحه والجماهيريه. لا في هم على المستوى، مش بس المنتخب الاول ان هم خدوا رابع كاس عالم، وده احنا كلنا كنا فرحانين، وهم احنا شعب واحد، احنا بنقول دايما مصر ام الدنيا، وهم دايما بيقولوا علينا كده، واحنا كمان بنقول المغرب ابو الدنيا. فاحنا الحمد لله العلاقه ما بيننا علاقة فيها احترام وحب، وبنتمنى لبعضنا التوفيق. ولكن حتى على مستوى المنتخبات، منتخب أقل من 23 سنة خد البطولة، طبعا خد البطولة، كنا بنلعبهم في النهائي. المنتخب ال 17 سنة مع هشام الدميعي، منتخب حتى الكرة الخماسية هم بصراحة وصلوا، حتى المنتخب النسوي، المنتخب وصل لدورة في أول مرة يوصلوا كأس عالم. فبالتالي لا، أنا بشوف هم اشتغلوا بقالهم فترة بشكل كبير جدا، وعايز أقف هنا، لازم أقف هنا، لان كل المنتخب الاول، خلينا نتكلم عن المنتخب الاول، لكن المنتخب الاول دايما كانوا بيمسكوا من مدربين اجانب ومدربين على مستوى عالي جدا، زي هيرفي رينار، زي هيلوزوفيتش، يعني ناس كتير جدا. ولكن هم اللي بيعملوه في البطوله الوطنيه انك مدرب واحد في الدوري، مدرب واحد ما تمسكش بقى، مش مدرب يمسك ناديين، امسك هنا 4 شهور وهنا 6 شهور وبعدين اطلع من هنا الاسبوع ده انزل فرقه اروح هنا الاسبوع ده، مش لا هناك ما فيش الكلام ده، نادي واحد ليك في السنه، ما فيش توفيق خلاص بتدورك على فرصه تانية في مكان تاني في بلد تانية، فبتاخد خبرات انت كمدرب، بتسعى ان انت تعلم من امكانياتك، بتشوف تجربه جديده في دوري جديد، تخلق دوافع جديده، بتعمل كوادر انت. فهو ده اللي حصل، في هناك كوادر كتير بصراحه، مدربين مغاربه على مستوى عالي جدا موجودين دلوقتي، ودي اللي عملوه الجامعه اللي هو الاتحاد الكره زي ما احنا بنقول هنا كده، اللي عملوه، وعندهم مدربين مغاربه بشكل كبير جدا منتشرين كمان في انديه. والدليل على ذلك وليد الركراكي، اللي انا من خلالك يعني بتمنى له التوفيق، لان وليد مدرب ذكي جدا ومدرب طموح ومدرب بيعرف يحفز اللعيبه بشكل كويس ومدرب تكتيكيا عالي جدا، لعبنا ضد بعض كتير، بتمنى له هو توفيق. مدربين كتير، انت بتتكلم على عموته مع حفظ الالقاب، ماسك منتخب الاردن دلوقتي. فبالتالي انا نفسي ان التجربه دي تتعمل هنا، او القانون ده او اللائحه اللي قاعده تتعمل هنا، عشان احنا عندنا هنا الموضوع مختلف شويه بصراحه. من ضمن الميزات انك في اخر 10 سنوات ست انديه حققوا اللقب، كل الانديه انديه متقاربه في كل شيء، في عدل هناك، وحط تحت كلمه عدل دي 100 خط، في عدل في كل حاجه، قرارات بتطلع هناك بعد 24 ساعه، انت هنا بتستنى الاعلام، انت هنا بتستنى تاخد اراء، انت هنا بتستنى حاجات كتيره جدا بصراحه مش موجوده هناك. هناك في لائحه، اللائحه بتطبق على الكبير وعلى الصغير. الرجاء او الوداد او الجيش بيلعبوا مثلا اي فريق، وحصل مثلا حد من عندهم اتطرد في اول دقيقه يترد، يعني الموضوع مختلف شويه، ما فيش حسابات بصراحه، ودي نقطه مهمه جدا يعني.